بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى رمضان مزويدي أمين فرع جمعية الرأي الأحمر بترونة. نحن الآن نتواجد في مقر مخزن الإغاثة الخاص بجمعية الرأي الأحمر بترونة، حيث تم الآن توزيع مواد إغاثية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر مكتب طرابلس. هذه المواد اشتملت على فرش وعلى بطاطين وعلى عدة طهي وعلى حفاضات وعلى مواد تستعمل في أو مواد مساعدة للناس، بحيث أن نحن الآن توجهنا أو استهدفنا في هذا التوزيع الفئات العائلات الأشد احتياجا نتيجة التقييم الميداني اللي تمينا به من خلال الزيارات اللي تمت مع مكتب مندوب اللجنة الدولية ومع فرع الرأي الأحمر بترونة. تم حصر عدد من العائلات هي في حاجة أمس من غيرها إلى الدعم والمساندة، فتم استهداف هذه الأسر الآن يتم التوزيع، وهذه بإذن الله المرحلة الأولى، تليها مجموعة مراحل سواء كان من خلال مكتب اللجنة الدولية أو من خلال الأمانة العامة أو خلال معدد من المؤسسات الأهلية والخيرية سواء داخل ليبيا أو خارجها والمنظمات الإنسانية التي تعمل على توفير السلع الأساسية سواء كانت مواد غذائية أو غير غذائية للنازحين. نستهدف أهالي سرت لأنهم أكثر نزوحا ولأنهم الفئة التي خلال المدة الماضية نتيجة الأحداث التي تشهدها سرت والمناطق المجاورة الأعداد التي تصل إلى ترهون أعداد تقدر بآلاف الأسر. نحن نعمل
مع المجلس البلدي وما لجنة الأزمة بالمجلس البلدي على تدليل الصعوبات وعلى محاولة أن نستطيع أو نوفر ما يمكن توفيره خدمة لهذه النازحين، ونتمنى لهذه الأزمة أن تنتهي بأسرع وقت حتى يعود الناس إلى مناطقهم ومقر إقامتهم. نحيي متطوعي جمعية الأحمر، نحيي مكتب اللجنة الدولية، نحيي المجلس البلدي والجهات التي تتعاون معه في سبيل تنفيذ البرنامج، ونحييكم قناة التناصح على تواصلكم المستمر والدائم مع تغطية مراش برامج الهلال الأحمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.